بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، في سورة غافر التي قد تسمى سورة المؤمن، حديث عن مؤمن آل فرعون، هذا الإنسان الذي تمرد على قومه الذين كانوا يؤلهون فرعون ويقفون ضد موسى، ولكنه انتفض عليهم ووقف موقفا مواجها لكل طروحاتهم. وهذا يمثل نموذجا من الناس الذين لا يسقطون أمام تأثير المجتمع، عندما يسير المجتمع في طريق الضلال فإنهم لا يسقطون أمام ذلك، بل يقفون موقفا قويا واضحا مواجها لكل طروحات المجتمع عندما يكتشفون أن المجتمع يسير في طريق الضلال. فعلى الإنسان أن يأخذ من هذا الرجل وهو مؤمن آل فرعون درسا، حتى يشعر بأن عليه أن لا يعتبر اجتماع عائلته أو اجتماع أهل بلده أو اجتماع أي جماعة من الناس يرتبط بها أو ينتمي إليها، لا يعتبر هذا مبررا لأن يسير مع الناس إذا كان الناس يسيرون في ضلال. وعليه إذا رأى ضعفا في نفسه أن يأخذ القوة لنفسه من إيمانه بربه وإيمانه بالقضية التي يجاهد من أجلها وينتمي إليها. لاحظوا كيف كان هذا الرجل ينفذ إلى داخل قومه حتى ينصحهم وحتى يبين لهم ما يجب أن يلتزموه وما يجب أن يبتعدوا عنه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، لا تتبعوا فرعون الذي يريدكم أن تنحرفوا وأن تستسلموا له من أجل أن يبني مجده عليكم، كالكثيرين من الناس الذين يدعون الناس إليهم لا من أجل أن ينقذوهم ولا من أجل أن يدلوهم على طريق الحق أو يهدوهم إلى سبيل الهدى، ولكنهم يريدون أن يجمعوا الناس حولهم ليرتفعوا على أكتافهم للوصول إلى طموحاتهم في العلو والرفعة وما إلى ذلك. وهذا ما
يعيشه الناس في كل زمان ومكان، عندما يبرز هناك في المجتمع أشخاص على مستوى الحياة السياسية وعلى مستوى الحياة الاجتماعية يعملون على أن يخاطبوا غرائز الناس وأن يخوفوا الناس من أخطار وهمية من أجل أن يلتف الناس حولهم ومن أجل أن يسير الناس وراءهم حتى يكسبوا موقعاً متقدماً في السياسة أو موقعاً متقدماً في الاجتماع على أساس أنهم يملكون جماهير كثيرة. فهذا زعيم شعبي وهذا زعيم جماهيري، والواقع أنه هو لا يملك في نفسه قوة، ولكنه أخذ من الناس قوة فأضافها إلى قوته فصار قويا، ومن هنا يتحمل الناس مسؤولية كثير من الزعامات السياسية أو الاجتماعية التي لا تمثل المستوى الذي يجعلهم في هذا الموقع أو في ذلك الموقع، لأنه لولا القوة التي أعطاها الناس لهذا الخائن أو لهذا الظالم أو لهذا المنحرف أو لهذا المستكبر لما صار قويا. ولذلك يتحمل الناس يوم القيامة كل أعمال مسؤولية كل الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الناس، لأن الله سيحاسبك، لولا صوتك لما صار هذا شيئا مذكورا، لولا دعمك لما كان هذا في الموقع الكبير. وبذلك فالناس يتحملون مسؤولية كل هؤلاء الرموز وكل هؤلاء الفراعنة، سواء كانوا فراعنة على مستوى البلد كله أو على مستوى الأمة كلها أو على مستوى مدينة أو ضيعة أو ما إلى ذلك. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فأنا لا أطلب منكم منصبا ولا أطلب منكم أي امتيازات في هذا المجال أو ذاك المجال، أنا لا أطلب منكم أي شيء، وإنما أريد أن أدلكم على طريق الرشاد الذي تملكون فيه رشدكم وتحصلون فيه على النتائج الكبرى في دنياكم وآخرتكم. أول طرح يطرحه هو: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فكروا في الدنيا، ما حجمها؟ هذه الدنيا أنتم تعرفونها من خلال آبائكم وأجدادكم الذين سبقوكم. هل خلدتهم الدنيا؟ هل أن لذاتهم التي أخذوا بها خلدت وخلدوا معها كل ما كانوا يفيضون فيه من لهو ومن عبث ومن لذات ومن شهوات ومن طموحات ومن أطماع ومن مراكز عالية ومن حروب، كل هذه التي كانوا يعيشونها هل خلدوا معها وهل خلدت معهم؟ عاشوا فترة من الزمن، أخذوا متاعا من هذه الدنيا وذهبوا هم وذهب كل متاع الدنيا معهم، وتركوا ما خلفوه وراء ظهورهم لمن يأتي بعدهم. وأنتم لن تكونوا أفضل من هؤلاء، لكل منكم عمره ولكل منكم موقعه ولكل منكم ساحته التي يتحرك فيها، إنها متاع تحملونه معكم وتلتذون به وتأخذون منه ما يقيم حياتكم، ثم تذهبون ويذهب كل شيء. أما الآخرة فإنها دار القرار، دار الاستقرار ودار الخلود. وإذا كان الإنسان يقف في عمله بين خطين، بين خط يفتح له الخلود وبين خط يقف فيه الإنسان
في مدة معينة بحيث يستمتع بها تماما كما هو المتاع الذي يحمله الإنسان في سفره، فأيهما ينبغي للإنسان أن يسير عليه وأيهما ينبغي للإنسان أن يلتزمه؟ هل الشيء الذي يبقى أو الشيء الذي يفنى؟ العاقل يفكر في أن يضحي بالشيء الذي يفنى لمصلحة الشيء الذي يبقى. يا قومي، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ماذا، كيف نهيئ للآخرة؟ كيف نواجه الآخرة؟ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، فالله سبحانه وتعالى هو العادل الذي يجعلك، الذي لا يجازيك بالسيئة إلا بسيئة مثلها، فلا يعاملك عندما تخطئ بأضعاف خطئك، بل إنه يعاملك على أساس أن لكل خطأ حساب ولكل خطيئة عقاب، وأنك تأخذ من خطاياك في الآخرة بمقدارها. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، آمن في البداية ثم عمل صالحا، عمل صالحا في نفسه فأدى فرائضه، وعمل صالحا في عائلته فتحمل مسؤولية عائلته في الإنفاق وفي الرعاية وفي الهداية، وقام وعمل صالحا في مجتمعه بقدر ما يتحمل مسؤولية المجتمع، سواء كان ذلك في القضايا الاجتماعية أو في القضايا السياسية أو في القضايا الأمنية أو ما إلى ذلك من القضايا. وعمل أيضا في حياته بأن اجتنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه مما نهاه الله عنه في طعامه وشرابه وشهواته ولذاته وعلاقاته. من عمل صالحا بحيث كان العمل الصالح هو العنوان الذي يمثل كل أعماله، والعمل الصالح هو عبارة عن العمل الذي يتحرك في خط أوامر الله وفي خط نواهي الله، بحيث يفعل يعمل الإنسان ما أمره الله به ويترك الإنسان ما نهاه الله عنه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا المجال. إذا كانت هناك فروق بين الرجال وبين النساء في طبيعة مواقع الحياة الزوجية باعتبار أن الرجال قوامون على النساء، فلكنها أمام العمل الذي يقدمه الإنسان بين يديه أمام ربه لا فرق بين الرجل والمرأة، لا فرق بين الذكر والأنثى، فهما عندما يتساويان في طبيعة العمل فإنهما يتساويان في القيمة الإلهية ويتساويان في القرب من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان عمل المرأة أقرب إلى الله من عمل الرجل، وإذا كان عمل المرأة أكثر نتيجة في الواقع العام للناس، فإن المرأة تفضل عند الله، تفضل على الرجل، وذلك قوله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأتقى، إذا كانت المرأة الأتقى فإن درجتها عند الله أرفع من درجة الرجل، وإذا كان الرجل أتقى فإن درجته عند الله تكون أعلى من درجة المرأة، وإذا تساويا في العمل فإن درجتهما واحدة. إن الاختلاف بين الرجل والمرأة في الدنيا من خلال توزيع الأدوار ومن خلال توزيع المهمات، أما في الآخرة فليس هناك من فرق بينهما، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يدخلون الجنة
وعندما يدخلون الجنة فإن الله يرزقهم فيها ما يشاءون من طعام وشراب ولذات وما إلى ذلك بغير حساب، لأن النداء يوجه إليهم: لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ويا قوم، عندما يلاحظ أنهم يريدون أن يضغطوا عليه وهو يهديهم إلى الله، تماما كما كثير من شبابنا وشاباتنا عندما يلتزمون الإيمان، ولعل كل واحد منكم يعيش هالتجربة عندما تكون عائلته غير مستقيمة في الخط، أو عندما يكون أهل بلده، أو عندما يكون رفاقه، أو عندما يكون الناس الذين من حوله لا يلتزمون خط الله، فيصير في عملية تجاذب. أنت تدعو عائلتك وتدعو رفاقك وتدعو الناس من حولك إلى أن يأخذوا بأسباب الهدى ليؤمنوا وليعملوا صالحا، وهم يدعونك إلى أن تنحرف وإلى أن تأخذ بأسباب اللهو والعبث وما إلى ذلك، في عملية تجاذب. فهو يقول لهم: أنتم الآن، أنا أتعجب منكم، أنا أدعوكم إلى النجاة، أدعوكم إلى أن تنطلقوا في قضايا المصير لتحققوا النجاة لأنفسكم من عذاب النار، أما أنتم فإنكم عندما تدعونني إلى أن أسير معكم على أساس أننا عائلة آل فرعون ويجب العائلة تكون موقفها موحد، وإذا كان في العائلة زعيم فيجب أن يلتف الكل على هذا الزعيم ويجب أن يعملوا معه حتى لو كان منحرفاً، أنتم معناه أن تتحدثون عن قضايا الدنيا التي تؤدي بنا إلى نار جهنم لأنها تنحرف عن طريق الله. هذه التجربة أعتقد أن كثير من شبابنا الذين يتمردون على بعض مجتمعاتهم سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً يواجهون هالشيء. ويا قومي، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله أو وأشرك به ما ليس لي به علم، أن أكفر بالله وأؤمن بفرعون وأجعل فرعون شريكا لله، وأنا لا أعلم لفرعون قوة تجعله في مركز الألوهية، ولا أعلم له سلطة تجعله في موقع سلطة الله ليكون شريكا لله. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، إلى العزيز الذي له العزة جميعا، ولا عزة في الكون إلا من خلال عزته، وأدعوكم إلى الرب الرحيم الغفار الذي يغفر لعباده كل ذنوبهم. لا جرم، لا شك ولا ريب أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، إنما تدعونني إليه من الكفر ومن الضلال ومن الانحراف ومن كل هذه الأمور التي تنطلق في معصية الله والبعد إلى الله. هذا لا يمكن أن يحقق لي نجاحا في الدنيا، ربما يحقق لي فرصة صغيرة هنا وفرصة صغيرة هناك، ولكنه لا يحقق لي الأهداف الكبرى في الدنيا، لأن مسألة اللهو والعبث واللذة والشهوات لا يمكن أن تحقق للإنسان ثباتاً في أمره وثباتاً في طريقه وارتفاعاً نحو أهدافه. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لأن ما تدعونني إليه لا يرضي الله، وإذا كان لا يرضي الله فكيف يمكن أن يحقق لي النتائج الكبرى في الآخرة؟ وأن مردنا إلى الله، وغدا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسبنا على كل أعمالنا، فإذا كنا لم نعمل صالحا وإذا كنا نستجيب للناس الذين يدعوننا إلى الانحراف سواء كانوا من أهلنا أو كانوا من أهل بلدنا أو كانوا من رفاقنا وأصحابنا، عندما نرد إلى الله
فهل يمكن أن يغنوا عنا من الله شيئا إذا أراد الله أن يعذبنا، وأن المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم بخطاياهم وبذنوبهم وبأوهامهم، وأن المسرفين هم أصحاب النار؟ فستذكرون ما أقول لكم، هذا كلام أقوله لكم الآن وأنتم لا تستمعون إليه، وأنتم لا تلتفتون إليه، وأنتم لا تقبلون عليه، ولكن ستمضي الأيام وتتذكرون، وتمضي الحياة وتقفون غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتعرفون طبيعة ما أقوله لكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، فأنا لا أفوض أمري إليكم، فسوف أواجه الموقف، وسوف أواجه التحديات، وسوف أواجه العقبات، قد أكون ضعيفا أمامكم، قد أكون فردا وأنتم جماعات، ولكن ذلك لا يضعفني، ولكن ذلك لا يسقطني، ولكن ذلك لا يجعلني أترك ما أنا فيه من هدى يربطني بالله سبحانه وتعالى، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، يبصر موقفي ويبصر مواقفكم، وهو العالم بذلك المهيمن على أمر كله، وتكون النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا، لم يستطيعوا بالرغم من كل مكرهم، لم يستطيعوا أن يضعفوه، ولم يستطيعوا أن يسقطوه، ولم يستطيعوا أن يؤثروا عليه، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أما آل فرعون فقد قدموا على ربهم بعد أن حل بهم سوء العذاب في الدنيا، قدموا إلى ربهم وعرفوا بعد ذلك وتذكروا كلام صاحبهم، النار يعرضون عليها غدوا في الصباح وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني في الطريق إلى يوم القيامة يعرضون على النار غدوا ويعرضون على النار عشيا. ويقول بعضهم أن هذه الآية دليل على عالم البرزخ الذي يعذب الإنسان فيه، كأنه قبل يوم القيامة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ودخل هؤلاء النار، فماذا حيحدث في النار؟ وإذ يتحاجون في النار، من هم؟ الضعفاء الذين باعوا أنفسهم للمستكبرين، والمستكبرين الذين استغلوا حاجة الضعفاء إليهم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ تحملوا عنا 50% 20% من النار، لأننا كنا جماعتكم، كنا أتباعكم، كنا زلمكم، كنا نحارب باسمكم، كنا نهتف لكم، كنا نعادي الناس من أجلكم، كنا وكنا، فهل أنتم تعوضون عنا شيئا مما كنا فيه؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، ليس هناك أحد أحسن من أحد، أن نحن نعذب وأنتم تعذبون، لا نملك لكم من الأمر شيئا ولا تملكون من الأمر شيئا، ذلك حكم الله علينا، لأننا انحرفنا، نحن انطلقنا بالانحراف وأنتم اتبعتمونا على الانحراف، وقد كان الله أعطاكم عقلا وأعطاكم إرادة وأرسل إليكم رسلا، فلماذا لم تحكموا عقلكم؟ نحن وإياكم سواء، إننا انحرفنا وأنتم تبعتمونا في انحرافنا، فعلينا جميعا أن نتحمل مسؤولية ما عملناه في الدنيا. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا
إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، ما في واحد لما يكون بالسجن يجي يحكي مع الحارس، يجي يحكي مع الشخص الذي بيده المفاتيح، هكذا أهل النار أيضا باعتبار شدة الموقف. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، توسطونا عند الله سبحانه وتعالى، اطلبوا من الله أن يخفف عنا يوما من العذاب حتى نستريح على الأقل، مثلا يوم نعذب ويوم ما نعذب فيه. قالوا أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات، يعني هل أن الله ظلمكم؟ ألم يقم الله عليكم الحجة؟ ألم تسمعوا ما يقوله رسلكم؟ ألم تشاهدوا البينات التي قدمها رسلكم؟ إن الله قد شرح لكم الأمر كله وبين لكم ما تقدمون عليه من الجنة والنار، وبين لكم ما هو نعيم الجنة وما هو جحيم النار، فقد ركبتم رؤوسكم وقلتم ما نزل الله من شيء واتبعتم أهواءكم، وها أنتم تواجهون الموقف الذي حذركم الله منه. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قال فادعوا. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ما في فائدة بعد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا من خلال تأكيد موقفهم، ومن خلال بيان حقهم، ومن خلال إعطائهم الكثير من الفرص. ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة عندما يشهد الأنبياء على أممهم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، أو ظلموا أنفسهم بالمعصية، أو ظلموا الناس بالعدوان، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا هو الجو، وهذا هو الموقف الذي ينبغي لكل واحد منا أن يضعه بين عينيه وأن يقدمه بين يديه، ليحاول من خلال ذلك أن يتخفف من تأثير الضغوط التي يمارسها الناس ضده حتى ينحرفوا به عن الطريق، سواء كانت هذه الضغوط ضغوطاً عاطفية أو ضغوطاً اقتصادية أو ضغوطاً أمنية أو ما إلى ذلك. إن على الإنسان دائماً أن يوازن بين نار الدنيا ونار الآخرة، وبين ضغوط الدنيا وضغوط الآخرة، ليختار الإنسان لنفسه ما يبقى في خط الخير وفي خط النعيم الذي هو خط رضوان الله، ويتراجع عما يفنى في خط المعصية والكفر وفي خط سخط الله. والحمد لله رب العالمين.